أيها المشاهدون الكرام، تحية واحترام وطيب رحبي عليكم والسلام. نحييكم أجمل تحية من برنامجكم الأسبوعي مجالس الشعراء. وفي هذه الحلقة جملة من الشعراء نشوف إيش عند أخواننا المشتركين لأخوانهم المشاهدين. الله يمسيكم بالخير. الله يمسيكم بالخير. كم سيتو؟ يلا حيهم. نشوف جابر بن محمد بن العزيز وش زودنا به في اللقاء الجديد. والله زودنا به يا طويل العمر. طال عمرك قصيدة نقد. نقد. الله نعم طال عمرك. تفضل. الله الله أكبر يا زمان أنت غير واختلف. فيه عطران الشوارب تضيع حقوقها. والردي والردي فيه باشر هالنصف سعف الدنيا أهله وأنت صف في سوقها. سامحوني النشامة تراني لي هدف مقصدي ناس خراب جميع عموقها أولا ما هي تقدم مع وجه السلف وتاليا قامت علينا ترز عنوقها يوم كثر المال تزمر مداهين الكتف في الجلوس وفي التمشى وفي منطوقها انبغت منك تجيلك على لطف وصخف وانت غانت منك تنساك في طاروقها تنكر المعروف يا مال مخطور التلف جعل رب البيت في كل درب يعوقها ناكل المعروف يالله حرمها الطرف وجعل دنيا نعاش فيها يضيع ذوقها وجعل من هو يتعب الروح في عز وشرف جعل داره ما يوقف رفيف بروقها جعل براق الوسامي على داره كشف يا رفيع العرش يمدبر مخلوقها طيبين الجنس قلبي والفهم ولف لو بعيد في مغاربها وشروقها طيبين الجنس قلبي والفهم ولف لو بعيد في مغاربها وشروقها وانذول أهل الدوادي وهل صفن ولف بغضهم عيني من النوم قام يسوقها وكل تمر يا أهل العرف يوجد بحشف غير هذه كلمة ما الضمير يطوقها قد بغيت أكنها غير مالي مزلحف مغتنمها لا يفرط علي زملوقها والعفو كان المثل يالفطاح المختلف خان فيه ابناه وانهار من طابوقها وكان شعري يا أهل العرف لن نقدر الحرف فاعذروني في الضماير كثير حروقها وكان شعري يا أهل العرف لن نقدر حرف فاعذروني في الضماير كثير حروقها من بعض ناس تكبر على شان الملف يوم سجل فيه خريج شون حقوقها يوم عين في الوظيفة فلا شافه عرف وانتبه عن كبر نفسه وشين وفوقها حيث من هو فيه كبر النصيبه في مهف لو فلوسه ضاق منها جميع بنوقها يا رجل خلت تكبر ترى مالك خلف كون نار ياكل الجلد صالي دوقها في نهار فيه الأسرار يا أخي تنكشف ما تغب النفس شي انت علوى فوقها القوايم ولا صابع وراسك والجنف كلها تشهد وتنطق نطوق حلوقها الكبر معروف للي رفع على السقف ربنا اللي كل الأشياء يعرف طروقها عالم النفسي ونفسك مدبر كل صف خالق الإنسان صاخر طفايق نوقها ذا كلام يوم قلبي على المعنى رجف وابتدى زين التماثيل من صندوقها معتشقها عشقة الطير لوراق السعف حبها ساطم كبدي سطات عروقها أوكم أحب المثقف لتعليق الصحف زينها هي عشقة اللي وأنا معشوقها هي هواي وهي مزاجي وهي كل الحرف يوم كل له مزاجي شوقها هي هواي وهي مزاجي وهي كل الحرف يوم كل له مزاجي شوقها يوم بعض الناس من قول غيره يستلف ما تسلف مثل الناس تبين بوقها والسموحة يا أهل العرف وأقول الأسف مقصدي رذلي الأنفس وبعض خموقها ما اعترضت اللي لشعره منطوقه صرف مانع زين التماثيل من مشروقها سلامتكم المشاهدين ومن قال سالم صح الله لسانك صح بدنك ولا أخطيت ولكن بعض العرب مثل اللي ينادي له تعصوح قد أسمعت لو نادي تعين ولا كل حياة اللي من تنادي والله الواجب بعضهم يدافع البلاء نسمعه ولا يشوف العد ايه نسمعه ولا عند الله الذكرى تنفع ونرضي المشاهدين وش عند الحايل والله عندي قصيده كاتب بعنوانها الاستغاثه نعم جزاك الله خير تفضل يا الله يا اللي للمخاليق والي يا رافع سبع السماوات عالي يا منزل ياسين والطور والضحى ورسيت من فوق الاراضي الجبالي يا عالم ما في ضماير عبادك أنت الذي تعلم ضميري وحالي يا من على عبد حليم إلى عصى أنت الولي ما غيرك اليوم والي
أنت الكريم اللي بعفوك ورحمتك تسمع دعاء الداعي وتسمع سوالي، عبدك ترجى رحمتك والشفاعة وصلى النفايل في توالي الليالي، يسألك تلبي دعوته في سواله أن تنصر الإسلام في كل حالي، ترجع لنا بالغيث من باب جودك، أنت الكريم اللي عليك اتكالي، على قطر تنشي سحايب مخايلك، منه تغيث الأرض شرق وشمالي، 20 يوم ما تعزل سحابه ودانها التافم بدون انفصالي، وتغيث هزلات البهايم وغيرها ومنها الطواهش تختفي بانعزالي، وتغيث جميع البلادين كلها اجبالها وسهولها والرمالي، من شمن القبلة تتقال سحايبه تشدي قنوفه للجبال العوالي، بعد 40 من حقائق هطوله تشوف نور العش مثل الزوالي، احيا الهشيم الباليه في نفودها وتنوعت عقب اليباسة اشكالي، منها الفياض الله بنوره كساها تزخرفت وضفى عليها الجمالي، واسم تسوق الهبايب غثيره واسم قديم وجاله الولي تالي، منه هشاش الارض ما يمشيبه والطعس من قوه المطر قيل سالي، والارض تزهر بالخزامه مع النفل تغني به الورقه على رؤوس الاطلالي، على قطر حيث انقطر منبع الفخر كما انقطر موطن كريمين الاسبالي، ختمانها مني صلاه على النبي على النبي المبعوث في يوم الاهوالي. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. احسنت ما قصرت اياك الاخ بخيت. نعم طال عمرك. انعم الله عليك، دورك يا طول العمر. طال عمرك عندي قصيده تعالج المواضيع هذه هي المطلوبه، تفضل صب قهوه يا عبيد. قال من قال الصواب واحتوى نظم الجواب للتماثيل استجاب، يوم شاف الامتيال عبر المعنى وقال يا صناديد الرجال اسمعوا ججل المقال يا رجال اهل الكمال، يوم عبرت الكلام خفت عن درب الملام واستشديت الحزام، خايف قيلا وقال الرجال بهم كريم جح العراف الحكيم ما يطاوع على الحريم، من صناديد الرجال والرجال بهم شجاع 7 تدراه السباع، يوم قبس الحرب شاع من صار بهم جفال، والرجال بهم مصيبة شره بلابه قريبة والبابة ما تجيبه، اجزه للطيب ابن كال وبالرجاجيل مهيون قلتهم بين المتون، كبش بيدين الزبون لا تروح ولا تعال، والرجال بهم ذليل عند ضيفانه بخيل ما يفيد بها الجميل، جاء العمره للزوال وانتنينا للشباب من صلاح إلى خراب، وبالشباب سباع غاب وحملهم حمل الجمال، وبالشباب رجال دين طيبهم في كل حين كلهم باسمه يبين، رجل حيلة واحتيال وبالشباب ابن الخسارة يسعى لبوه بدماره، كل يوم من بلا داره في عتاب وفي جدال، وانسجن والركب فوق السيارة فرها قدام جاره واعتلى الحارة أقباره، خالقه ربي وبال وانسجن وقت قصير وراح أبوه وجا المدير وقال من فضلك صغير وانتم رجال احتمال، وانسجن وقت قصير وراح أبوه وجا المدير وانسجن وقت قصير وراح أبوه وجا المدير وقال من فضلك صغير وانتم رجال احتمال، والركب وكبر واشتدت جنوده ونسي فضل أمه وعوده ونفسه العفنة تقوده، قود ثور بالحبال وسجع عن دين الإله رب من فضله عطاه لين فاجته الوفاة وانتهى من هالمجال، وبعد ذا نرجع نقول يا صناديد الزحول اتقوا يوم يهول فيه كالعهن الجبال، يجمع العالم جميع لا صغير ولا وضيع شوف يشيب الرضيع، الله يكفينا الهوال والحريم الهم مسالة دورهم جاني مجالة، بعضهم زين دلالة حسن واخلاق ودلال، والحريم بهم شريفة في قرايبها لطيفة قربهم محدني قربها محدني عيفة، ماشت عقل وجمال وبالحريم اللي تدوج رعيت هوج ونروج تختلف تختفج مثل الخلوج، كسب من فايدة شمال كل ما تبغى تقوله صح يهمر مهبولة لا نثات ولا رجولة، تجده للطيب ابن كال والرجل لا من نطرها تحت سيلة في خطرها، وقال لا فدت نظرها زين يا بنت الحلال تختفج بين الجماعة 24 ساعة كأنها راعي بضاعة، وتحتفي صفر الدلال كأنها راعي المكان، كيف حالك يا فلان لعن بذاك اللسان
كرعت عند المقال الله يكفينا الهوايل وانكم يا اهل الصمايل اختلف سلم القبائل بالجنوب وبالشمال والحريم بهم جريه يا فلان ابغى هديه لاج بنت احمل وصيه يا هديه يا ضلال واستحى منها وراح للكلام الزين ساح مثل مساح الجناح ولا قدر صعب المنال وسلامتك سلامة الحاضرين. ومن ذا سأل صح الله يسألك هذا شيء واقع اليوم ما شوف بالعين أكيد لا من الشباب ولا من النساء ولا من الرجال هذا عزلة توصيف ما قصرت بيض الله وجهك أحسن وش عند الأخ مسلم طال عمرك عندي قصيدة غزلية تفضل يقول بديت رجم عاليات مبادي سبت هواجيسي تعليت فعلات رجمني هيض كل من هو بدافيه من بديتي لا هيض القلب وشياء نويت أخفف من همومي بعالي والرجم زاد هموم قلبي وعناه ذكر على القلب المشقة طواريه واحترت لبنزل ولا بجلس علىه ذكرني يبغرون مضات لياليه زين المحية ما بعد شفت حلياه القلب من فرقاه ما هو بناسيه لو كان عدم الوصف البادي أنساها فز لمن جاء مجال المبطاري وهود ما بغى ناقل هرجدها يا ناس ما يلام قلب بغاليه لو كان من طول الصبر باح مكناه وأنا سبب ما بشتكي منه وشكي وسبت جروح الروح وصاحب دواه اللي هجر وابعد وانا والله اغليه يسعد من يقضي حياته بالامان عني تنزح والله ما ادري بخافيه عسى حبيبي ما نواني فرقه القلب ما حصل حبيبي راعيه واصبحت مثل اللي نقل داه برده واختام بقولي بذكر الله وابديه وصلوا على المختار حتى المبدا اللهم صل على نبينا محمد احسنت ما قصرت احمد سعود نعم انعم الله عليك دورك يا والله أنا عندي قصيدة تعبر عن النفس تفضل أنا أقول من سفرة البر يا هل العرف باتوب ليتني سافر بالبحور الغريقة أو أنا طير بالجو لو كان مهيوب البر لعوزني مشاكل وضيقة وكثر انتظاري أصبح القلب مصيوب وخزان قلبي ولعت بحريقة وأنا التواريخ المضت ما بها شوق فيه التاخي والأصول العميقة لذيذة ما فيها سفارة ومندوب قبائل فيها الصفات العريقة وقمت أتمنى والتماني لها بوب ما كلت مناتن تجيني شقيقة باب تجي منه مشقات وحروب وباب كمان نزهة وبسط الحديقة ولذة الدنيا دائما منت مطلوب وفي قدولة كلد والله صديقة ويمشي جوازك وليت وقف ومرغوب هذا الحياة ما تعوض حقيقة أحسن من اللي وقفونا على صوب وتفتيش عام وكن سارق سريقة حتى السيارة يفتحونه بسكروب ولا يخلص الله من اشفى لمن ريقه اجل حدود الصبح وخلص غروب ولا شفت من مسؤول كلمه رقيقه ومن سفرتي العام للحين مرعوب ذقت المرار من السفر ما عدا طيقه وانا بدوي ملبوس يا العقال والثوب ولا احب اغير عاده اللي عتيقه مالي بناس كل يوم لها اسلوب تلبس بناطيل وترغب مضيقه ترك دروب جداده ومال لدروب دروب جديده هي النشامه زهيقه الله خلقنا صح فئات وشعوب وكلني يشجع بالحقيقة فريقة وأنا فريقي مجلس رجال وصعوب وكلني ينصح يوم يخطي رفيقة وفنجان راي للغلامين مسكوب من دلة بسرع على أول دفيقة الله يا عصر مضى كان محجوب محدني شجع هلغنا والمزيقة الله رحيم وعاد من قبل أيوب وسبحان وجهه يفرجه بالدقيقة وصلاة ربي عد مخط مكتوب على رسول سائرين الطريقة وسلام اللهم صل وسلم على نبينا محمد أحسن أجل عدبوك في التفتيش ها؟ تفتيش حتى الشكر بيفتحون ها؟ خبرات والمطارات ذا الشيء لا لا أنا لا البر الأخي محمد براش محمد براش حمد لا أفضل وجوة تنابع طول العمر والله طال عمرك عندي قصيدة غزلية تفضل أنا البارحة مختف والقلب له قافي ترى القلب ما يرتاح لا كثرة أسناعه أنا بادي في عالي الرجم وقافي طويل النوايف هيض القلب مطلعه في لمن بديت أبطيت في راس مشرافي كسبت العنا واخذ براس الرجم ساعة ترى كل وقت الله ربيع ومصيافي وانا شوف خلي ريف قلبي ومرباعه تكدر شرابي عقب مكان لي صافي تفرق معنا عقب مطولت بجماعه جرح الهوى ما ينعرف ما قع خافي في الأجال الطباقي ما تعرفه وجاعه لا في صميم القلب هفور فلافي ولا في الضماير سوق شاري وبيعه لا في صميم القلب هفور فلافي ولا في الضماير سوق شاري وبيعه في لجد داره شفت انا منزله حافي محل الخلا والخالي انتقل بسباعه عليها رسوم والشجر فوقها زافي
وقف تنثر العبرات والعين مصطاعة. شوف البجوج الخالي عشان يا كافي وعفى الله عن عين من النوم مصطاعة. وسلامتك وسلامة السامعين. ومن جاء سالم؟ أحسنت. زايد بن علي؟ نعم طبعا. أنعم الله عليك. الدور عليك طويل العمر. تسلم. أنا والله عندي قصيدة. قصيدة تعبر عن نفسها طبعا. تفضل. يلي تعاتبني على هرج عدوان، أخطيت وانا ما مشيت الملامي لتحسبني، منها للهرج يا فلان مني بنلي، ينقلون العلامي هات الدليل، إن كنت صادق وبرهان وانا دليلي، عند ربعي كلامي مني منه يمتدح بس بلسان ولكلش الشارب، يا هاب الزحامي أنا إلى من قلت قول بوكدان وزن كلامي، قبل نطق الأفامي ومني بنلي شغلته ينشر إعلان في عرض ناس ما يجون التهامي، وعندي هل النمات كدم الأسنان بغض من الوالي، سطى في عظامي وحلفت ما جامل ولو كان ما كان، ولو الدهر يحكم علي بالعدامي، واني فلا رافق ردي وجبان حتى ولو اسمه كبير الأسامي، وحلفت أنا ماهين نفسي علشان مد من يدين الذليل الحرامي، حتى لو أن الوقت طبعه علي شان مطاوعه في نقص عز احترامي، حتى لو أن الوقت طبعه علي شان مطاوعه في نقص عز احترامي، ولن صردي راجي منه إحسان، ولو من لحم زندي يفضل طعامي، ولا ترجى من ورائية إنسان سوى احترامي، والوفا هو مرامي، ورزقي على اللي بمره الدور الأكوان، رب ضمن دينه فرض بالصيامي، واصبر على حظي ولو شبح الأعيان يشوف شوف به يزيد اهتمامي، حتى لو أن الوقت جوره علي بان أشيل حملي وتعلى السنامي، ولني بلا جاهل ولني بتعبان 20 عام فوق سن الفطامي، وأعمل مجهودي على قدر الإمكان، ولاني على الفايت عض البهامي، ومني متندم ولو كنت خسران ما فات فات ولا يجيب الحلامي، وطبع الرجل يصبر وإذا ضمن الإيمان لأن الصبر محمود عند الختامي، وأنا ندي ملي لهم بالوفاشان اللي براس المجد نال الوسامي، وعز نفسي واحترم طلق الإيمان، ربع انزموا بالعز روس العدامي اللي لا صر اللقى فيه دخان، يروون حد مصقلات انضوامي، سيوف تقص العنق وتخر على متان، يوم السبايا تختلف بالعسامي، ما هي تشوف ورجها صوت شجعان، ومن فعل هلها زاد عد اليتامي، من فعل ربع ان تنتصر بي ميدان، ويردون حوض الموت عند الجهامي، ربع لهم في نايف العز مسكان، ودون الخوي والجار دوما اتحامي، ولهمهم من زايد المال نقصان، يفون بالمدات مد الكرامي، أحبهم ولهم معزة وصفطان، عندي مدام أعيش تال العوامي، وتمت بمن ينشي قنوف أودان، وعلى النبي مني صلاة وسلامي. اللهم صلي وسلم على نبينا محمد. أحسنت ما قصرت. وفي النهاية أستودعكم الله، وإلى اللقاء في الحلقات القادمة، تحية لكم مع تحية مخرج البرنامج عيسى التميمي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.